الشهداء وقفة تضامنية مع سوريا أمام نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت دعت إليها شبكة توب نيوز الإعلامية، أشاركت فيها الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والجالية السورية في لبنان. السادسة من أيار ذكرى شهداء الصحافة، دعت شبكة توب نيوز الإعلامية إلى وقفة تضامنية مع سوريا في وجه المؤامرة الإمبريالية، شاركت فيها الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وحشد من الإعلاميين والجالية السورية في لبنان، وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي على سوريا وبأداء وسائل الإعلام التي شاركت بسفك دماء السوريين كالجزيرة والعربية، كما تضامن المشاركون مع المخطوفين في أعزاز منددين بسياسة الحكومة التركية الأردوغانية العثمانية. من أمام مقر نقابة الصحافة اللبنانية نقول ما قلناه قبل عامين وكان الناس لا يصدقون. قلنا إنها حرب إسرائيل على سوريا، فتحدثوا عن إصلاح وعن معارضة وعن ربيع عربي. اليوم هل ثمة تشوش بعد في الصورة؟ ها هي إسرائيل عندما هزم من سلحتهم ودربتهم ومولتهم بواسطة الثنائي التركي القطري، دخلت بطيرانها ودخلت بصواريخها، دخلت لتقول إنها حربي أنا، إنها حرب إسرائيل بالأصالة ولم تعد بالوكالة. أننا مع سوريا في هذه المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات الهيمنة الغربية الأمريكية على منطقتنا. سوريا اليوم تدافع عن وحدة الأمة، عن وحدة المنطقة، عن وحدة العرب، عن وحدة المسلمين، فيما الآخرون الذين يدعون أنهم يمثلون العرب والمسلمين يعملون على تفتيتنا وتمزيقنا بدعم أمريكي. لن نكون ونحن أبناء بيروت إلا مع سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، ولن نكون ونحن أبناء بيروت إلا مع سوريا قلبا وقالبا، مع حماة الديار، مع الجيش العربي السوري. حبل لأردوغان، إذا نار الغير حرق قلبه لنزول جده جمال السفاح التاريخ، فما يحزن كثير ما نحن نزلناه بكتاب جينيس لتفوقه بالخطف وخراب الأوطان. بعدين بيقولوا خطفوا الزوار لأنهم هن حزب الله. طيب اليازجي ويوحنا ابراهيم كمان هن حزب الله او هن عناصر او قياديين؟ يعني شو هالمهزله؟ وليك حزب الله وهن كمان حزب الله؟ المتضامنون مع سوريا اكدوا ان شعوب المقاومه والممانعه ستفشل المؤامره ضد سوريا، والتي من خلال انتصارها على المؤامره سيتحدد مصير شعوب المنطقه باسرها. سناء علوي للتلفزيون العربي السوري، بيروت. الاتحاد